السلام عليكم البنات. اليوم درس جديد نديرو نخدمو الكم، نخدمو الملاقية في الكم، ملاقية نديرو نستعمل معكم اللوايه خفيفة في الكم، تقنية جديدة بحيث ما يخرج لكش الخيط من اللور. صافي، ابقوا معايا وتبعوا معايا. انا ديجا ثبت الخيط ديال السبيب، هانتوما كتشوفوا ابيض ما كيتقطعش، كيف كنقول لكم ديما. هانتوما كتشوفوا الجراره كتمشي كتاخدي 5 دراهم، هذا في النوار 5 دراهم البنات، ولا هذا كتمشي ولكن كتستعملي اللون على حساب الثوب اللي عندك. الثوب بارد تستعملي ليه الابيض، الثوب غامق تستعملي ليه الكحل. انا نستعمل هذا الكراميل اولا البرونز، كل واحد كيقول لي. غنستعمل هذا لاكولو، هذه الثوب ديال جلابه، اللون ديال الثوب جلابه. سمحوا لي نثبت الابره، سمحوا لي البنات ضربني البرد شويه. نثبت الخيط، انتما تشوفوا واحد التقنيه باش ما تبقاش باينه لك العقده من تحت الجلابه، ما خصهاش تبقى باينه عيبه. شفتوا كيفاش كنعاود نثبت، ناخد شويه من الثوب اللوي على الخيط جوج اللويات ونرجع ونجر باردون ونجر وكنرجع عندك العقده. انتما تشوفوا شنو عندي ليها، نحيدها وهكذا كتكون عندك الخدمه نقيه ديال المحترفات في التندات، كانك خدمها عند المعلم. اوكي يلا انا ديجا ثبت الخيط، نبدا ناخذ 4 ديال الكراميل. الطاسه جاتني بعيده البنات، قربها حدايا. 1 2 3 4 ايوا غنخدم تما في الحاشيه ديال الثوب ديالكم، نثبتهم في موقفو لي داك 4 كنخشي ليبره وكنرجع بجوج. اوكي 1 2 كنرجع بجوج البنات، راه ساهله هاد باردون هاد الملاقيه ديال اللوايه ساهله البنات، غير تعلموا ليها وتعلموا ليها وخدموا ولا سرحتوا يديكم. خرجوا البنات عند الخياطه، خرجوا عند هذا طلبوا الخياطه، جبدوا جيبوا الخياطه دخلوا بها صريف. راه الملاقيه هذه ديال اللوايه خفيفه كدار ب 50 درهم، وكاين اللي كيديرها ب 60 كتطلع حتى ل 70، سا ديبون على حسب المنطقه اللي انت فيها، وسا ديبون ثاني على حسب خص الخدمه تكون عندك مسقونه، فهمتي. 1 2 3 4 كنثبتها كيف كنقول لكم، وفين موقف لي العقيق كنخشي الخيط، ما نخشيش من التحت توتالمون باش ما يبانش ليا الابره من التحت لكم، كنخشي غير ما بين الثوب والثوب. اوكي كنحاول نقرب لكم في الكاميرا باش يبان لكم كلشي. سمحوا لي 3 4 كنوقف الخيط هكذا وكنرجع بجوج. اوكي ها انتم كتشوفوا الخدمه نقيه، الخيط ما كيبانش نهائيا. ربع العقيقات نثبتهم ان نحطهم، سمحوا لي نسرحهم وما نخشيش الابره هكذا. اوكي البنات نتمنى يكون الشرح ديالي بسيط، راه كنحاول نبسط لكم حيت كيجوني في لي كومونتير البنات كيقولوا لي اختي هنا شكرا، راه ملي كتبسطي لينا كنفهموا، وهذاك الشيء هو الغرض هو المقصود، هو انه انسان يفهم ويطبق. وزعموا البنات على التنبات راه دارج الموضه دابا، راه باقي وعيبقى افي تنبات، راه حتى هو الطرز بلا عقيق ما كيجيش، دابا العقيق هو كلشي، اما ديريه بوحدو اما مع الطرز. وشكرا البنات وتمنى تستافدوا.